هنتكلم على تحليل مهم جدا بيتعمل للكشف عن تعتبر جميع الأمراض لكل مراحل العمرية، سواء من الأطفال لحد كبير. ما فيش أي مشكلة، المفروض إن هو بيتعمل كل 6 شهور. يا ترى إيه هو التحليل ده؟ هو تحليل سرعة الترصيب. جميع الأمراض بتاع الجسم بتساعد على ارتفاع نسبة أو سرعة الترصيب في الدم. طيب إيه هي أهم الأمراض اللي ممكن بيكشف عنها معدل سرعة الترصيب؟ أحد الدرن، السل، العدوى، أي عدوى سواء كانت عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية، كمان الحمى الروماتيزمية ومشكلات القلب وجميع، وكمان الإصابة بأمراض الكلى ومختلف أنواع الالتهابات في المفاصل والإصابة بأحد أمراض القلب. كل الأمراض دي ممكن هي تزود لنا أو أكيد بتزود معدل سرعة الترصيب. طيب يا ترى ايه هو سرعة الترصيب؟ معدل سرعة الترصيب هو سرعة الخلايا في أنبوبة اختبار لمدة ساعة، وكلما زاد معدل سرعة الترصيب ده معنى كده ان في استجابة كبيرة للجهاز المناعي. عوامل من الممكن ان هي تأثر لنا على معدل سرعة الترصيب وتكون نسبته عالية. ايه هي؟ اول حاجة وجود الحيض عند المرأة بيؤدي الى ارتفاع سرعة او نسبة سرعة الترصيب. كمان الحمل بيأثر لنا على معدل سرعة الترصيب. فقر الدم بيأثر لنا على معدل سرعة الترصيب. كمان بعض الأدوية من الممكن ان هي تأثر لنا على معدل سرعة الترصيب. الإصابة بالجروح برضو بتزود لنا من سرعة الترصيب. وبيتني سرعة الترصيب بعد المرض بنسبة عالية لفترة معينة بعد المرض، وبعد كده بيبدأ يقل. فعشان كده معدل سرعة الترصيب من الحاجات المهمة جدا.